اليوم احنا كنحتفلوا بالمناسبه ديال التتويج ديال الفريق اولمبيك اليوسفي لكره اليد. التتويج هذا اللي حقق من خلاله الصعود للقسم الوطني الممتاز، وهذا انجاز تاريخي لاول مره انه كيتحقق بالنسبه لمدينه اليوسفيه. وهذا الانجاز هذا يعني تتبع واحد المسار اللي هو ناجح بالنسبه للفريق، لا من خلال المباراه ديالو على المستوى ديال القسم الوطني الاول، وكذلك على المباراه ديال السد. وبالتالي يعني انه هذا شرف كبير جدا لمدينه اليوسفيه ولكذلك لشباب مدينه اليوسفيه انه تعيش هذا الحدث التاريخي مهم جدا، الا وهو الصعود ديال النادي اولمبيك اليوسفيه لاول مره في التاريخ ديال القسم الممتاز. يعني هذا كان واحد العمل جبار مورا يعني اللي حقق مورا التحقيق ديال هذا الانجاز هذا العظيم. وهذا العمل جبار يعني كما كتعرفوا جاء في ظل واحد الجائحه ديال كوفيد 19، وبالتالي يعني انه المكتب المسير يعني انه كان رفع يعني وضع على نفسه وعد من الاول وتحدي كذلك انه باش يحقق هذا الحلم ديال هذه المدينه هذه. وبالتالي يعني كان التضافر ديال الجهود لا على المستوى ديال السلطه المحليه، لا على المستوى كذلك العامل صاحب الجلاله الاقليمي اليوسفيه، لا كذلك على المستوى ديال مجمع الشريف وصفات المكتب المديري، يعني ان هذه جهود ديال واحد العدد ديال الفاعلين المحليين من هذه الضفرات باش انه نادي اولمبيك اليوسفي لكره اليد انه يحقق الانجاز التاريخي. اليوم نحن بصدد الاحتفاء بالابطال ديالنا فريقين كره السله اناث وذكور وكذلك فريق كرة اليد على التتويج ديالهم بصعود القسم الوطني الأول إناث وذكور بالنسبة لكرة السلة وكذلك القسم الوطني الممتاز بالنسبة لكرة اليد. غادي نتكلم معكم اليوم على كرة السلة، ومتقدم بالشكر الجزيل للاعبين ديال الفريق واللاعبات ديال الفريق اللي على السنة الشاقة اللي كانوا دوزوا، بحيث ان الاناث احتلوا المرتبه الاولى في عصبه مراكش اسافي وبالتالي تاهلوا لبطوله القسم الوطني الاول، وبالنسبه للذكور كانوا يحتلون المرتبه الاولى في المجموعه ديالهم بدون خساره الذي اعطاهم الصعود للقسم الوطني الاول. وكنقدموا لهم نيابه عن الجمهور اليوسفي جزيل الشكر على السنه الاستثنائيه اللي قدموها الجمهور اليوسفي وكذلك العشاق كره السله. بالنسبه اليوم كنتوجه بالشكر ديالي للمكتب الشريف للفوسفات في شخص السيد رمزي مدير الموقع، وكذلك السي الدريوش رئيس نادي المكتب المديري ورئيس الفرع السيد حسن حسني على العنايه اللي كيوليوها الفرع كره السله، وكذلك ما نساوش السلطات المحليه اللي كانت دائما بجنبنا من ناحيه تسهيل المساطير وكذلك المواكبه ديالنا في المقابلات اللي كانت تنظم هنا في مدينه اليوسفيه. كذلك كنشكر الجمهور جزيل الشكر على المتابعه ديالو الدقيقه للفريقين الاناث والذكور.